في ميانمار قوات الأمن ترتكب عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب في حق الروهينجا، فقد قتل المئات من مسلمي الروهينجا غرب بورما حسب الأمم المتحدة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وربما تصل إلى التطهير العرقي. فمنذ بداية أكتوبر تشرين الأول لشنت قوات الأمن حملة في ولاية راخين بعد مقتل 9 أفراد من عناصر الشرطة في هجمات على نقاط حدودية مع بنغلاديش، وألقت الحكومة اللوم على أفراد الروهينجا وهذا بدعم من متشددين أجانب. كما أدت هذه العمليات إلى فرار أكثر من 66,000 شخص نحو بنغلاديش. السلطات البنغالية قررت هي الأخرى في خطة مثيرة للجدل وضع اللاجئين في جزيرة تينغارتشار المعزولة وغير المأهولة شمال خليج البنغال. فكرة الجزيرة تعود إلى 2015، إلا أن المنظمات الحقوقية اعتبرت خطوة دكة انتهاكا لحقوق الإنسان. من جهتهم سكان المناطق المجاورة من البنغاليين عبروا عن قلقهم من وصول الروهينجا. نحن نخشى أن تكون طبيعة الروهينجا غير جيدة، لديهم سجل من التورط في المخدرات والتهريب، فإذا تم نقلهم إلى هنا وجنبا إلى جنب مع القراصنة الذين يسلبون سنكون في ورطة كبيرة. الحكومة الماليزية قررت في خطوة إنسانية إرسال سفينة تحمل مساعدات غذائية وإمدادات طوارئ لمسلمي الروهينجا.